السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميع الإخوان، تبارك الله عليكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الإخوان مرحبا بكم عند مدرسة مزغان بعنوان فائدة من ذهب. اليوم الإخوان إن شاء الله لقاء تواصل جديد مع الشاب المتألق سي أنس رشيد المختص في تمرضه. نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم سي أنس يتحفنا وكل من عنده ونأخذ فكرة شاملة على الطائر التمبرادو، كما إن شاء الله عز وجل غادي نفتحوا مجال إن شاء الله كما وعدناكم لعدة يعني أصناف من هذه الأصناف ديال الطيور، سواء يعني كل ما يتعلق باللي كناري التغليد أو لكناري الشكل أو البيك كروشي أو عد يعني كل ما هو محب ومعز عند كل هواة. فمدرسة الجميع مدرسة مزغان ترحب بالجميع، كاع اللي عنده شي معلومة وشي فكرة وعنده تبارك الله في هذا عنده في واحد المجال عنده ما يعطي فيجي مرحبا به ويوصل المعلومة ديالو باش إن شاء الله الرحمن الرحيم نفيدوا هاد الشباب والأجيال القادمة إن شاء الله عز وجل. فبقوا معنا ومع سي أنس رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، سير بوح بخير. لاباس أنس، لاباس عليك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، كيداير تخرج بخير. الله يحفظك. شرف لنا اليوم أننا نشوفوك. نهار كبير، الله يبارك فيك. ياك كلشي بخير بعدا. الله ينورك، بارك. الحمد لله، بارك الله فيك. سي أنس مرحبا بك عند مدرسة مزغان بعنوان فائدة من ذهب. الإخوان اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم معنا سي أنس رشيد. اللي هو شاب ومتألق في مجال يعني من أو في واحد الهواية من الهوايات اللي هي أصبحت يعني محبوبة عند الجميع، ألا وهي علم من علم الطيور أو كل ما يتعلق بالطيور. سي أنس مختص في الطائر التمبرادو، واليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نستافدوا مع السي أنس بكل المعلومات في كل ما هو أسئلة وأجوبة اللي غادي تخصنا في مجال يعني سواء المجال التمبرادو أو كل ما هو يتعلق بالطائر الهجين ديال المقنين مع التمبرادو. سي أنس مرحبا بك ولدي، وكنتمنى لك التوفيق في كل يعني حياتك، لا الولائية ولا حياتك يعني مسيرتك علاقتك مع الله والدنيوية. تبارك الله عليك، مرحبا سي أنس. الله يبارك فيك سي بوح، والله يكبر بكم، وشكرا بزاف على الاستضافه، وليا الشرف انني نكون في هذا المنبر هذا. والله ليا الشرف، الناس اللي سبقوني ما شاء الله ناس قدام في الولاعه وكنحترمهم وعندهم ما يقولوا ما شاء الله، وتحيه خاصه لك على هاد البادره الطيبه اللي هي سابقه لاول مره في المغرب كتبدا وكتكمل وشفنا فيها بزاف ديال الاصناف وبزاف ديال العلوم اللي تناقشات واستفدنا صراحه، لا من ناحيه التغريد لا من ناحيه امراض الطيور، بزاف ديال المسائل. شكرا بزاف لكم وتحيه لكم على هاد مرحبا. مرحبا سي أنس. سي أنس كما هو معلوم او في علمك وعلم الجميع باننا يعني هذه اللقاءات التواصليه ما هي الا واحد يعني قفزه ديال الولاعيه من اجل تطوير الولاعه ومن اجل يعني نزيدوا بالولاعه الى الامام، وواحد النظره شموليه يعني عبر العالم من اجل يعني الهواة بالمغرب باش يعرفوا المستوى، وكذلك اللقاءات التواصلية مع الناس. وكنشكر من هذا المنبر كل المتتبعين يعني خارج بلاد المغرب، كنشكرهم بزاف لأن كيوصلوني رسائل لا من طرف الإخوان الجزائريين ولا من الإخوان تونس، وكذلك يعني عدة بلاد اللي الحمد لله كتهتم بالطائر، فهذا الشيء كيفرح. سي أنس كيف قلت لك، حنا حاليا في هذه اللقاءات التواصليه كنبغيو يعني في كل مجال نعرفوا بعض الامور، بدايه كل ما تعريف كورقه تعريف عليك بعدا وعلى يعني المجال المختص فيه، هذه المسائل ديال التمبرادو نعرفوا
كنسمعهم بالتيمبرادو، ولكن كنبغيو ناخذوا واحد الورقه شموليه من هو التيمبرادو. الطائر نعرفوه، بعدا واحد الصوره على هذه الطائره. تفضل. مرحبا سير بوح. اولا نبداو بالاسم اللي هو تيمبرادو. نعم. يعني ماشي تيمبراندو ولكن تيمبرادو، يعني جايه من تيمبري اللي هي الجرس، ورادو اللي هي الفيبراسيون ولا الفيبرور. تيمبرادو هذا الاسم هذا جا من عند من عند المولي الاسبان، ولكن رجعوا شويه اللور القصه والاصل ديال طائر تيمبرادو اللي بدا ملي كانوا البحر الاسبان في ليزيل كاناري، وهالطائر هذا اللي اثار الانتباه ديالهم فهزوه وداو معاهم الاسبان وبقاو خدامين عليه. وفي هذيك القيته الاسباني كانوا محتكرينه، يعني كيخرجوا غير الذكور لوروب، ما كيخرجوش الاناث. حتى كانت واحد 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 الباخره اسبانيا اللي وقع عليها مشكل بجانب الايطالي، وهذوك الطيور طاروا تماك، سال الاحتكار ديال هذا الطائر ولا في لوروب كامله، ولقى الجو والمناخ هو هذاك، وزاد كاثر اكثر وبقى غادي وكيتطور حتى وصل لهادشي اللي وصلنا ليه دابا. وبالنسبه ديال الاسم الطائر الاصلي اللي بدا منه التيمبرادو فهو سيلفستري او الكناري البري، والموالع بقاو خدامين عليه في الانتاج، وبقات لا سيليكسيون وشويه ديال الخدمه توصل لهادشي اللي وصلنا ليه حنايا دابا، اللي هو كنسمعوا كاين تيمبرادو كونتيني، كاين تيمبرادو سومي كونتيني، كاين تيمبرادو ديسكونتيني، وكاين الفلوريادو، وكاين الكانتور. هادو اسماء اللي دازوا، ولكن بالنسبه للطيور اللي حاليا معترف بها في المباريات واللي عندها ورقه تحكيميه هي ثلاثه ديال الاصناف، كاين الكونتيني ولا الاوريجينال، كاين الفلوريادو، وكاين الكانتور اسبانيول. هذه هي اللي معترف بها بجانب هذه الاصناف اللي معترف بها. يعني كاين مثلا موالع اللي كيشدو تيمبرادو كيحفظوا على 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 الذوق ديالهم، مثلا يعطيو كلام حسنيه كلام محدد، ولكن هذا ما كيدوش في الكونكور. يعني ملي كنهضروا على المباريات والكونكور غادي نهضروا على على كونتيني فلوريادو وكانتور اسبانيول. قبل ما ندوزوا لهاد المساله هذه، كان يعني كما هو في علم الجميع بان الطائر تيمبرادو اللي في علمي انا هو يعني او الكرياسيون ديالو عام 1938 على ما اظن، وكانوا ربما في الستينات كانوا يعني كيدوزوا المباريات ديالو، واللي في علمي انا لانه هو عنده تغاريد في المباريات، عنده تغاريد خاصه اللي كنا بغينا نعرفوا. قبل ما هاد المساله هذه ندخلوا لشي حوايج نعرفوا، واش هو طائر يعتبر من الطيور المغرده؟ ثانيا واش هو بالنسبه للتغريد عنده في الجينات ديالو او يلقن شيء من هذا القبيل سي انس؟ مرحبا سي بوح. يعني كيف ما كنعرفوا انه هو الكناري كينقسم لثلاث ديال الاقسام، كاين كناري الشكل، كاين كناري اللون، وكاين كناري التغريد. هاد الكناري ديال التغريد هو اللي فيه الهارس، فيه المالينوا، فيه الفلاوطا، فيه التيمبرادو، وحنا الموضوع ديالنا هو التيمبرادو. يعني عنده تغاريد اللي كيميزو على باقي الطيور المغرده، وربما الميزه الاساسيه اللي ممكن انها لاحظوها بالعين المجرده من غير ولا قبل اننا نسمعو، هو انه الا سمعتي المالينوا ولا سمعتي الهارس ولا سمعتي الفلاوطه غادي تلاحظ انه ما كيحلش المنقار ديالو، بالعكس انه التيمبرادو ملي كيتكلم اغلبيه التغاريد ديالو كيتكلم بحال المنقار ديالو وبالجبح وبواحد الحده في الاداء. واش هو يعني فيه تغاريد ديالو، فيه تغاريد ديالو في الجينات ديالو، بحال مثلا دابا كنشوفوا بان وقع مؤخرا ما بين تيمبرادو اللي هو الكونتيني والديسكونتيني، وكان على يعني كما يقال بان الديسكونتيني له نوعيات ديال في الجينات ديالو
اللي كيخليوه يساعدوه على بعض التغاريد اللي ما تعطاش ما يقدرش عليها الطائر اللي هو الكونتين تيم برادو. اش كتقول في هذه المساله سي سير بوح؟ تماما. بالنسبه لطائر تيم برادو هو عنده الكلام في ليجين ديالو، يعني الطريقه باش خدام الناس. كاينين جوج ديال الطرق، كاين اللي خدام بالكوبيه يعني كيحفظ مثلا تركيبه وكيحفظ هاد الطيور وكيخدم بها، ولكن النوع الثاني خدام بالجينات. يعني الحاجه الاساسيه انه الفراخ يعني الاولاد الصغار ما كيسمعوا حتى شي حاجه غير كيتفطموا، كتعزلهم على والديهم، كديهم لواحد البلاصه بعيده وكتعزلهم، وكيجيبوا داك الكلام اللي في الدم ديالهم، وهذاك الكلام اللي كيجيبوه هو اللي كتباز عليه في الكونكور، عليه كيتحكموا. وانت ديك الساعه كتبقى عندك لا سيليكسيون، خدام على لا سيليكسيون ديالك، كتعزل الاولاد. مثلا انت كدير سيمف ديال ديسكونتيني، غادي تعزل الاولاد اللي جاوك ديسكونتيني، والاولاد اللي جاوك مثلا في الكونتيني غادي تحيدهم، ولا كدير مثلا الكونتيني راه اللي جاك غادي يكون مزيان. بالنسبه للمساله ديال انه الفرق بين الكونتيني والديسكونتيني، ربما هذا هو السؤال اللي طرحت لي كاسكيت. فوالا، الفرق بين الكونتيني والديسكونتيني، واحد النقطه غادي نوضحها بين قوسين. بالنسبه للديسكونتيني ما بقاش في المباريات، ما بقيناش كنسمعوا الكلمه ديال ديسكونتيني، حيت ولا الفلورياضو والكانتور اسبانيول. الكونتيني كيتميز بجوج ديال التغاريد اللي هما تيمبري والروداج. تيمبري معروفه عند الناس ديال الكوبيه، هي اللي كتكون في الفينيسيون ري 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 ري، هي ديك كاينه الفارياسيون روداداس ولا الروداد اللي هي رو 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 بهاد الحروف. كاينه كوم كونسونس، كاينه الار و و و و لا فويل، كاينه الاو ولا الاو، تسمع رو 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 ري 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 ري. وعاد بالنسبه للديسكونتيني فهو ما خاص تكون فيه هاد جوج ديال الاغروداش، ما خاصش يكونوا فيه. اوكي، كيف ما قلت لك بالنسبه للديسكونتيني راه ما بقاش دابا، ولا الفلورياضو. قبل كان ديسكونتيني ما خاصش يكونوا فيه غير دوك جوج ديال الاغرودات، ويعمر لك الفيش كامله. يعني باقي التغاريد كاملين من غير التيمبر والروداد، وكيتنقط عليهم وكي كلاسي. دابا ولا عندنا الفلورياضو، هذا الفلورياضو لا سيليكسيون ديالو كتبازي على انه الطير خاص يقول المينيموم ديال لي تشوغ اللي هما الفلوريو، الفلوريو سلينتوس، لا فارياسيون كونجوانت والاغوالينتا. هاد التغاريد ممكن يقولهم ويجيب 91 نقطة. بارابور ديسكونتيني يقدر يتكلم يجيب هذوك التغاريد كامل، مثلا واحد 7 ولا 8 ديال التغاريد، ويلا يجيب 90 ولا 89 نقطة. اذا السي انس، من خلال الكلام ديالك ما عندناش يعني هذا النوع ديال تيم برادو، ما كاينش امور كتختلف في الجينات ديالو، كتختلف فقط في نوعيه التغاريد اللي كيادي بالنسبه للكونتيني والديسكونتيني على حسب الكلام ديالك، او ما فهمت انا. يعني هذا الفلوريادو يعني فهما واحد المقاطع اللي كيجيبهم هذاك تيم برادو باش كيتعرف هو راه هو ديسكونتيني. تمام، ياك. اذا ما كيف واش كيبقى هو في الجينات، في الجينات المركبه ديال هذا الطائر بحال، ولا كاين اختلاف؟ اذا عندك شي مساله في هذه المساله، او مساله راه حفاظها، مساله راه حفاظها بحال. لا بالنسبه للكونتيني والديسكونتيني كاين اختلاف راه في الجينات. علاش؟ حيت اولا طريقه الاداء ديال الكونتيني ماشي هي طريقه الاداء ديال ديسكونتيني. يعني ممكن كونتيني الا حفظتي كلام ديسكونتيني راه غادي يجي باين. اييه فوالا، اذا كاين امور اللي هي في الجينات، يعني في هكاك في الجينات. يعني انت ملي كتخدم واحد زوج ولا واحد صنف راه الكلام كاين في ليجين ديالو. يعني هذيك لا سيليكسيون اللي كانت جات من ديسكونتيني، مثلا درنا كوبل ديسكونتيني خدمنا به،
أعطانا مثلا واحد ستادي اللي تور اللي جاو فيه هذوك ستادي اللي تور فيهم دي فلوريو اللي مزيانين هذوك لي فلوريو جابوا نقاط عالين الطير ملي كيحكم الحكم كيجيب مثلا 90 91 نقطه كيف ما قلت لك باقل عدد ديال لي تور هذاك بازاو عليه وهذوك التغاريد في لي جين ديالو بازاو عليه وخدموا عليه حتى ولات عندنا هذيك لا سوش سميتها لي فلوريادو والكلام في لي جين ديالو. دابا علاش طرحنا هذا السؤال؟ لان حنا غادي نجيو المسائل اللي كتهمنا وكتهم الناس اللي كيديروا المقنين الهجين خاصه الهجين. كنسمعوا بعض الناس ربما تقدر تعطينا عليها حتى فكره كيقول لك بالنسبه للتيمبرادو اللي هو كونتيني هو اللي كيبقى مسلسل ما كيعفيش ما كيقطعش ما كيحسبش وبالنسبه للديسكونتيني هو اللي كيضرب وكيحسب كيضرب وكيوقف. واش هاد المسائل عندها هاد علاقه بهاد يعني الفلوريادو ولا غير صحيحه؟ لا معلومه صحيحه تماما بالنسبه للكونتيني اللي سمعتيه فكلامه كاين لونشينمون يعني الطير كياخذ واحد النفس قصير عاد كيدوز الاغروده اللي من بعد واحد النفس قصير مثلا رو ما كيتنفسش كاع ما كيتنفسش الا واحد شويه باش كيدوز يعني كيبان لك انه راه كيجمع هذوك التغاريد. ولكن الا سمعتي مثلا طير فلوريادو ولا كانتور اسبانيول غادي يبان لك هذاك الفرق ملي كيدوز من اغروده لاغروده هذاك الفرق كيبان يعني من المميزات ديال الطير اللي عندك مثلا طير فلوريادو ولا كاندور من المميزات ديالو انه خاص يكون ثقيل في الكلام ديالو وكيبين لك الفرق بين اغروده واغروده وكل اغروده كيعطيها حقها في الكلام. واحد المساله دابا في حالات باش تنصح حتى الناس يعني احنا كنعرفوا كل مولوع ومتخصص في واحد المجال الا كيبغي هذاك المجال ديالو يتطور بشكل يعني منطقي ولوجيك وباش الحمد لله نكونوا يعني قدوه حتى الناس اللي متبع هذا الميدان هذا. مثلا كنتلقى الناس عندهم التيمبرادو اللي هو كونتيني والديسكونتيني وكيديروا كرواسمون هنا كيبداو يديروا باش غير يكثر غير العدد. انت فاش كتنصح هذه المساله كيفاش في كتبان لك عندك الميول وفين تنصح الناس باش يمشيوا اشنو هو الامور اللي كتبغي نسمعها منك السي انس؟ سير بوح بعدا اسمح لي النقطه الاولى اللي غادي نذكرها راه ماشي اي طير غادي نمشي ناخذه من السوق خضر راه تيمبرادو هذه الفكره بعدا خاصها تتعيد تمام. هاد الفكره كاينه وبزاف كاينه بزاف يعني واحد كيمشي للسوق يجيب طير خضر راني شريت تيمبرادو ملي كيخدم به ما كيلقاش فيه داكشي اللي باغي كيقول لك راه ما طير ما والو. ولكن بالعكس ملي كتمشي مثلا عند مولوع وكتاخذ من عنده طيور في الدار وعارف البالماريس ديالو يعني كتاخذ عندك كتضمن انك خديتي سلاله نقيه اللي هي تيمبرادو وما مهجناش. وبالنسبه للناس اللي كيخلطوا بين الكونتيني والديسكونتيني هنا لابد واحد الحاجه اللي هي مهمه اي ولاعه لابد من التخصص تمام. وتيمبرادو رغم انه الكونتيني ولا فلوريادو والكانتور راه تيمبرادو ولكن لابد خاصك تخصص في الصين في واحد مثلا الا كدير الكونتيني تخصص في الكونتيني الا كدير الفلوريادو ولا الكانتور راه مستحيل انك تدخل معاهم الكونتيني الا دخلتيه ما غتزيدش بهم القدام غادي تبقى ديما ترجع لهذاك الاصل ديالهم اللي هو كونتيني غادي يبقى ديما غالب في الاولاد فعلا يسمح لنا كنقولوا انه الطير ديما كيتباع الساهله بصح. واحد النقطه مهمه يعني الناس كتسمع بتيمبرادو ولكن ما عندهاش واحد العلامات اللي كتعرفها بان هاد الطائر راه تيمبرادو خاصه دابا ولا تيمبرادو ولا في جميع الكرور كاع الكرورات كاينين. دابا اللي في علمي انا لاننا عشت مع تيمبرادو دوزت تيمبرادو اللي في علمي انا خاصه تولي عندك الاذن ديال تيمبرادو باش كتعرف تيمبرادو تيمبرادو كيتعرف بداك لوطونو ايميتال ديالو ديال
اما شي علامات اخرى ما كايناش. الله يعطيك الصحه تماما. يعني كيف ما حنا ذكرنا في الاول تيم برادو انه من كاناري الصوت، يعني الميزه اللي كتبقى عنده الوحيده اللي ممكن تعرفوا بها هي الصوت. يعني تيم برادو ملي كيتكلم، يعني ملي كيتكلم عفوا كلامه ميتاليك، الا سمعتي الكونتيني مثلا كلامه ميتاليك حاد واحد شويه مجبح، هذا بالنسبه للكونتيني. اما بالنسبه لفلوريادو ولا الكانتور راه كيكونوا باينين جا كلامهم يعني مختلف على جميع انواع الطيور الاخرى. يعني غير كتسمع طير فلوريادو غادي تعرفوا كانتور. واحد المساله اخرى الاخوان، ونبغيو السي انس حتى هو الحمد لله وافق عليها بحكم هو اللي متخصص في هذه المساله هذه وشي كلمه فيها حق. هذه كاين بعض الناس كنسمعهم كيديروا لي كونكورس ولا كونكورات ديال التيمبرادو، ولكن ماشي الكلام ديال التيمبرادو اللي خاصو يدار به الكونكورس. وحنا جانا هذا من البلاد الاسبان وكامل ومقبول بلافيش ديالو بالتغاليد ديالو كلشي اصبح موجود. لا داعي كتشدوا نتوما تيمبرادو وكتروه بالكوبيه او تروه داك التغاليد اخرى ديال السنف، يعني طيور اخرى وعاد تمشيو ديروا ليه الكونكور ديالو. هنا كتبان ما عندكش حتى المعايير باش تحكم. هذيك اللائحه اللي غتحكم غير هي خاضعه لما هو تيمبرادو. فيعني باش كتنصح الناس في هذا المجال هذا سي انس؟ سير بو الحمد لله مؤخرا في هاد الاربع سنوات الاخيره تيمبرادو تطور بزاف، يعني ولاو دي كونكور كيتنظموا ولاو جمعيات ولاو مواليع بزاف، يعني المعرفه حتى هي حول هاد الطائر ولات موجوده ما بقاتش بحال قبل الحمد لله. باش انه يكون عندك طائر ديال الكونكور اللي كيأدي تغاريد ديال الكونكور ما بقاتش واحد الحاجه اللي صعيبه بزاف. يعني ما كاينلاش نشدوا هاد الطائر هذا ونخرجوا على الطريق ديالو وعلى داكشي اللي دار هو على قباله ونبداو نديو ونحفظوا. هذا فعلا الاسبان راه كيتكلموا بزاف على هذه المساله هذه. يعني الطائر عنده باريم ديالو، عنده تغاريد في ليجين ديالو، راه داكشي اللي فيه راه مزيان. يعني ملي كنحفظوه هذاك راه غير تشويه لهذاك الطائر، راه ماشي شي حاجه زوينه. يعني مثلا ملي غادي طائر محفظ للكونكور وغادي يسمعوا الحكم الاسباني راه ما غيترددش في انه يقصيه. مثلا طائر غادي يقول اغرودك كما هي، مثلا محفظو كلام مثلا حسنية ولا الحداد غادي يجيب هذاك الطلق كيف ما قايلو الطائر الاصلي، الحكم ما غايسمعو غادي يقضيه سير بلاص غادي يقضيه، ما غادي يبقاش خدام. يعني ما كاينلاش نحرفو الطائر، نخدمو بالطريقة اللي هو اللي هي احترافية، والمعلومات دابا راه كاينين والطيور كاينين وكل شيء كاين. يعني ما كاينلاش نبقاو نخدموا بهذه الطريقه هذه، وحنا كنشجعوا الناس على لي كونكور. لا مزيان هو دابا راه كنشوف انايا الاخوان تبارك الله اللي في تعطاو لتيمبرادو هذا الشيء ديال لي كونكور ديال لتيمبرادو مزيان، ولكن يكون بشكل اللي هو يعني لوجيك وبواحد لائحه التحكيم اللي هي معترف بها حتى من الناس اللي خرجوه اللي طوروه. ماشي عيب، ماشي عيب، شي زوين جميل. نسال الله سبحانه وتعالى باش يوفق الجميع. قول يا سي انس بالنسبه للاولاد، بالنسبه للوليدات اللي واش كتاخذوهم من عند امهم ولا كتاخذوهم صغار اللي غادي يكونوا تبريباريهم للكونكورس، وكيفاش كتعاملوا معاهم من ناحيه التريتمون، من ناحيه الماكله، من ناحيه يعني بريباراسيون؟ بالنسبه لسير بوح الوليدات فالمعامله ديالهم كتكون مختلفه. يعني مثلا الولد غير كيتطمن من عند امو كيبدا يهرس بول كنعزلوه، وكنحاولوا نعزلوه كل عش كنعزلوه بوحدو. مثلا واخا تكون نفس الكوبل كل عش كنعزلوه بوحدو وكنديروا بيناتهم واحد النوع ديال التشويش باش عش ما يسمع من عش. مثلا هاد العش واحد نسميو العش واحد جاي عنده تغريد ديالو في ليجين ديالو، الا سمع العش جوج فما غاديش يبقى يجيب الكلام اللي في ليجين ديالو، غادي يولي سامعو هنا ما درنا حتى شي حاجه. فباش نشوشو عليهم كنستعملوا الموسيقى الكلاسيكيه
يعني الجيتار ولا الكمان وكنخلي الصوت شويه خفيف باش ما يعصبش لينا الطويرات حيت الا كان صوت مجهد كيداوي التنفس معاه وكيتعصبوا شويه وهاد الموسيقى كتخلق حتى شويه ديال لومبيونس عند الطويرات يعني كيبقاو ديما ناشطين وينقضوا هذا وكيتكلموا والحاجه المهمه انه المولوع هاد المرحله خاصو يوميا يعني يسمع الطيور حيت مثلا مثلا المراقبه مستمره المراقبه مستمره تماما مثلا انا كندير مثلا متخصص في الفلورياد واللي هو الطير ما خصوش يكون في الروداد ولا التمبري ولكن هادشي ما كيعنيش انه الفلورياد مثلا ما عنديش واحد الولد غادي يرجع للجد ديالو الاصلي وغادي يجيب لي هذيك التمبري ولا الروداد هنا الا جابها لي الولد وسمعوها منه الاولاد الاخرين فالخدمه ديالي كامله مشات هكاك حيت هذاك الطير ما بقيتش غندوزو انا في هذاك الصنف اللي متخصص فيه ما غيقبلوش ليا في الفلورياد اييه هنا لا بد المولوع خاصو يجلس ولا لقى شي طير اللي فيه هاد العيوب اللي هضرنا عليها خاصو يعزلو ويحيدو بصفه نهائيه ما يبقاش يرجع مع الطيور الاخرين باش يحافظ على 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 التغريد ديال السلاله اللي عنده الحاجه الثانيه من بعد انه الطيور كيفوتوا المرحله هاد المرحله هذه ديال اللي كنسميوها حنا التبجغات ولا شنو كنقولوا ليها كيفرزوا الكلام كنسمعوا لهم مزيان وكنعزلوا الطيور اللي غنديهم للكونكور هاد الطيور اللي غنديهم للكونكور عاوتاني عندهم معامله خاصه يعني خصك تعزلهم في لي كاج ديال الكونكور وديرهم في نقاش باش يدريسوا على ديك الحقه اللي كتحطهم حتى قدام الحكم خاصك اون فوا تحط قدام الحكم الا تعطلوا واحد 15 ثانيه ولا الماكسيموم دقيقه غير خصهم يتكلموا حيت الوقت ديالهم محدود بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه فهاد الوقت خاص الطير يخرج لك هذاك الشيء كامل اللي عنده حيت ما معنى انه انت الطير ديه ضارب عليه تمار العام كامل وما يخرجش لك كل شيء وتجيب الفيش فيها لو شون انسيفيزو ولا نو كانتو يعني ما عاوتاني ضربتي كل شيء في الزيرو يعني الدريساج مهم انك الطيور ديرهم في الايام الاولى تخرجهم مره جوج ثلاثه باش يتعودوا على السنيقات ترجعهم اللي كيبداو يولفوا كتولي تخرجهم مره واحده في النهار ومن ناحية الشمس والعمان وشناهو بالنسبة لهذه النقطة سير بوح ديال الشمس والعمان يعني الطيور حنا إلا كانت شي دوش ليش عزارة في الدار ما كنخرجوش الشمس حيت التمبرادو مع ذلك واخا فلورياد ولا كانطور كيبقى الدم ديالو راه تمبرادو إلا شمشتي مثلا كاين لو ريسك أنه الطير يأفونسي في هذيك الهياجة ديالو ولا ديتي الكونكور وهو هايج ماشي بحال اللي ديتي هو كيتكلم كالمي ومازال ما وصلش هذيك المرحله ديال الهياجه وهنايا كنحاولوا نتفاداو حتى الفيتامين هذوك الفيتامين اللي مثلا واخا غير فيتامين عادي كنخافوا اننا نعطيو للطيور ويهيج لي قبل الوقت كاين شي نوع ديال الماكله اللي تقدر ديروها باش يبرد الطير يتكالما ستر ما يبقاش فيه هذاك ستريس شي حاجه اللي يعني لا بد كنعاونوا عندنا زريعه اللبش هي اللي كنعتمدوا عليها يعني كنحاولوا انه الطير ما نخرجوش للشمس للشمس باش مي يسخنش دغيا قبل الوقت ما هيش قبل الوقت ما كنعطيوش لي فيتامين نتفاداهم حتى هما الا كانت شي حاجه اللي ضروريه والحاجه الثالثه كنعاونوا بزريعه اللبش حيت زريعه اللبش شويه كتكالمي الطيور وكتبقى معاهم من البدايه ديالهم في التغريد حتى كيمشيو للكونكور فهمتك ومن بعد ان شاء الله ملي كيدوز الكونكور يعني انت راك تشد ديك الفيش اللي غادي تجيب ديال الطير ديالك مثلا ديتي واحد 10 الطيور بهذوك لي فيش تدير لو تخي مثلا هذا غادي نخليه هذا غادي نحيدوه هذا جاب لي داكشي اللي باغي هذا ما جاش فيه داكشي اللي باغي تبقى خدام بلا سيليكت عام على عام كتزيد ديفلوبي لي فاج ديالك
وما كتخافوش على الطيور، بعضياتهم باقين خضرين، باقين ولاد العام، يقدر واحد اخر يجيب شي حوايج اللي هو ما فاهمهاش، تقدر تاثر لك على الطير ديالك. كيفاش كتعاملوا في هادشي في الكونكورس؟ بالنسبه لهاد المساله اللي صال لوجمون كيقسموه، مثلا صال فيها الكونتينيو، صال فيها الفلوريادو، يعني باش نفيتيو هاد المشكل هذا، لانه دابا الطير غادي يدي انت فلوريادو، الا سمح حدا طير كونتينيو غادي يسمع ديك التمري ولا الرودات، غادي تجي ساهله بزاف باش انه ياخذها ويركبها، حيت الكلام اللي عنده هو صعب من هذيك التمري ولا ديك الرودات. تمام 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 تمام. دابا هذيك هي الاصل ديالو، ديما كتجي ساهله باش انه ياخذها ويركب عليها. والطير في العام الاول ديالو راه كيكون لابد مهدد باش انه يشد بحال التغاريد. المساله اللي نصح بها الاخوان وما ذكرناهاش في الاول ديال الفيديو، مثلا الى عندك انت مثلا كدير التمبرادو والفلورياد ولا الكانتور، راه مستحيل انك تربي معاه شي صنف اخر. اون فوا كتخصص التمبرادو خاص يكون عندك في الدار غير التمبرادو، الى عندك شي نوع اخر راه غادي يخسر لك كلشي. فهمتك سي انس. احنا الناس ديال او كل ما هو يعني مولوع بالطائر الفخر ديال الخلقيرو، يعني الطائر ديال المقرين، عز عليهم تحت الهجين ديالو الميكستو. فكنعرفوا بان مؤخرا كثر الكلام حول هادشي ديال اللي غاص، كان كله واش كيقول، كاين اللي كيقول لك الهارز، يعني الميستو مع هارز او المالينوا او يعني التيمبرادو اللي هو كان كونتيني او الخاص بي، اللي يعني كاينين كله وجهه نظر ديالو. دابا كله وجهه نظر ديالو، ولكن النتيجه هي صاحبه القرار. شحال من واحد دابا يسمع دروس او يسمع يعني نصائح، ولكن مجرد ما كياخذ واحد الميستو وكيحفظه وكيخرج ليه داك الشيء اللي بغى، كيبقى يمشي على داك الشيء اللي كاين. البعض ينسبونا يعني او اغلبيه المواليع المساله كيقول لك اودي راه الطائر خاصو يكون في المستوى بداك المخارج الصوتيه ديالو، بالقدرات الصوتيه ديالو، ويعني ما فيش الكارات هذا المقرين عاد تشوف الانثى. انت سي انس كيفاش كيبان لك بالنسبه الاختيار ديالك للهاجين، بالنسبه واش الكونتيني الديسكونتيني، اشنا هما الامور الايجابيات في كاين السلبيات؟ تكلموا في هذا المجال هذا سي انس تفضل. مرحبا سي بوحيان. يعني بالنسبه لي تكلمنا على تكلمنا على الهجين ديال الكونتيني، ف اوتوماتيكمون غادي يبان لنا غيكون واحد لونشين وواحد الاحتمال كبير انه الميسو اونشيني ملي 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 وصل لكاع المرحله ديال الهيجان ولا هذا يقدر اونشيني. الا هضرنا على الفلوريادو غادي نهضروا على الكلام ميتاليك، ويقدر يكون ثقيل ويجي زوين، ولكن الفلوريادو العيب اللي كيكون فيه هو انه كيسميوها ربما الكوبيه، كيسموها الطغه، وهذه هي اللي هربت الناس من الخدمه ديال الميسو ديال التيمبرادو. هذا العيب صح تماما، هذا العيب هو اللي كاين في الفلوريادو وفي الكونتيني. هذا العيب فيهم اصلا في الدم ديالهم، يعني مثلا مولوع بغى ياخذ الفلوريادو ولا الكانتور ولا الكونتيني، يحاول قبل يسمع الذكر. الذكر مثلا غادي ياخذ نتوى خوها، يسمع الاخ ديالها، حيت النقطه الاساسيه هي لي جين. ملي غادي يسمع الذكر وغادي ياخذ اختو، كاين واحد الاحتمال انه هذيك الانثى غتخرج بحال الاخ ديالها. يسمع مثلا المولوع ديال الكوبيه، راه عنده الاذن ديالو، عنده هدف. ملي غادي يسمع الطير راه غادي يعرف يختار. مثلا ندوزو الكانتور اسبانيول، هاد الكانتور اسبانيول ما فيهش هاد العيوب اللي هضرنا فيهم دابا، هو لا باس ديالو على انه الكلام ديالو يكون صافي، يكون ميتاليك ويكون بغيون، زعما ملي تسمعو ما يضركش في ودنك. الحاجه الثانيه خاص الريبرتوار عنده يكون كبير شارجي. الحاجه الثالثه الصوت ديالو يكون صافي، يعني واحد الاغروده كاينه ملي طير مثلا غادي يقول واحد الحته ديال
سيات 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 ما يقولاش تا 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 ما تسمعش في هذيك سي اش بحال هكاك بهذاك بهذاك الصوت نيت يعني كلامه صافي 100%. وهذا الكانتور الاسبانيول هو اللي كنصح به الناس ديال الكوبيه هو اللي ان شاء الله غادي يلقاو فيه داكشي اللي بغاو يعني الناس بزاف جربوا الكونتين يلقاو فيه مشاكل جربوا الفلوريادو ولكن الكانتور راه خدام مزيان. هذا الكانتور هذا الكانتور هذا اللي كتقول عليه انت واش نوع اخر ديال التيمبرادو؟ الصنف الثالث هو الصنف الثالث ديال التيمبرادو الصنف وتا هو عنده ورقه تحكيميه بوحده يعني ما كيتنقطش على التغاريد وانما كيتنقط على طريقه الاداء على الصوت على الريبيرتوار ديالو يعني بحال مغني وكتسمع ليه وكتنقط. وبدا موجود في الساحه كاين في السوق بدا موجود دابا عند الناس بدا هو بصراحه ما كاينش بزاف في المغرب مازال قليل شويه حيت الاسباني مازال خدامين عليه يعني ما كيخرجوش داكشي اللي مزيان مازال ما كيوصلناش ولكن ان شاء الله راه بشويه بشويه ضروري يوجد هنا في المغرب ان شاء الله. وواحد المساله واحد المساله كيفاش كتبان لك انت واش هي لوجيك ممكن كيفاش الناس كتكروازي الكونتيني بحكم هو يعني كيرولي وكي مجهد مصعصع كيف كيقولوا في الصوت ديالو كيبغيو يبردوه يعني ياخذوا مثلا يديروه مع واحد النتوى اللي هي الدم ديالها بارد يقدروا يديروه مع النوع ديال مثلا تيمبرادو مع الجاسبي او تيمبرادو مع المالينوا او مع الهارز او هذا وياخذوا النتاوي ديالو هما هذوك النتاوي كيخرجوا بهم النسخ. كيفاش كتبان لك انت عندك شي فكره مزيانه؟ لا سيربوح انا كنظن انه الا درنا طير كونتيني مع نتوما مثلا جاسبي باش الميسو يجي شويه بارد غادي يبقى ديما الاحتمال انه الميسو ديالنا غادي يجي بحال مو كونتيني يقدر يهز هذوك لي جين ديال تيمبرادو اكثر من يهز لي جين ديال جاسبي. النصيحه اللي ننصح في هذه المساله يعني الى المولوع بغى يدير التهجين مثلا بين الجاسبي والتيمبرادو يختار الكانتور اسبانيول اللي لانه هو في الاصل كلامه هادئ بعيد كل البعد على الكانتور اسبانيول يعني غادي يختصر عليه بزاف ديال الطريق وممكن النتائج تكون احسن جدا وكنصح الناس بهاد التلاقي هذا. اللهم يا ربي تيسر دابا ما نقدروش نحكموا لان كيف قلنا التجارب هي اللي كتحكم. دابا هذا الكونتور هذا اللي قلتي انت الاسباني اللي كاين هذا الا دخل وتجرب في الميستو ديالو ربما تكون النتيجه افضل. يعني نتمنوا من الله سبحانه وتعالى الاخوان يتعاطوا لهذا الجانب هذا باش يفيدوا الجميع. غير واحد النقطه سير بوح يعني اللي ذكرناها وموقفناش عليها بزاف هي النقطه ديال الكونكور. يعني هالطائر جمعيات كتجتهد باش تنظم كونكور وتجيب حكم ودير بزاف ديال المسائل ومازال مولع ديال التيمبرادو يعني ما عطينيش واحد الاهتمام مازال كيكروازيو مع طيور اخرى يعني ولا مثلا نديروا الكونتينيو مع الديسكونتينيو يعني خاص واحد شويه ديال الاحترافيه والجديه في الخدمه. والطائر ان شاء الله راه غيزيد مزيان في المغرب ان شاء الله وراه غادي تبارك الله. داكشي اللي كنتمناو يعني هاد الكلمات ديالك توصل للاخوان. ما بقى لنا ما نقولوا في هاد المسائل هذه ديال التيمبرادو. سي انس كنشكرك اخويا كنشكرك على كل المعلومات ديالك وعلى الاستجابه ديالك للدعوه وتحياتي. وهاد يعني الحمد لله الاخوان بغيكم تشجعوا هاد الشباب اللي هما يعني صاعد في هاد العلم بالطيور والبحوث من اجل التطوير الولاعه. تبارك الله عليك سي انس ونتمنى ان شاء الله نستضيفوا ناس اخرين اللي هما حتى هما عندهم يعني خبره على هاد النوعيه ديال الطيور سواء الهارز المالينوا الفلاوطا يعني تيمبرادو كل ما هو اللي كان غادي تقولوا حنا بغينا نوسعوا هذا المجال وحنا رحنا يعني كنحاولوا نتواصلوا مع جميع الاخوان باش نشاركوا كل ما هو عندنا يعني في علم الطيور ونسال الله سبحانه وتعالى هو يفتح لنا هذا المجال وييسر لنا ناس اللي عندهم معلومات باش يجيو يفيدوا هاد الاجيال هذا القادمه
تبارك الله عليك ولدي، تحياتي لك، كنشكرك بزاف على هذا اللقاء هذا، نتمنى لك مسيره موفقه في حياتك يعني الشخصيه وكذلك حياتك الولائيه. والسلام عليكم. بارك الله فيك سي ربوح، وشكرا بزاف على الدعم ديالك للشباب. مرحبا مرحبا، هذه بادره طيبه صراحه. الحمد لله الحمد لله، شكرا تاتا، شكرا على الاستجابه ديالك الدعوه على الوقت ديالك ولدي، الله يرضي عليك. مرحبا، بارك الله فيك سي ربوح، شكرا بزاف. السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم، وتبارك الله على السي رشيد السي انس اللي تحفنا صراحه، والاخ عدو ما يقول جزاه الله عنا خير، وكنشكره بزاف على الاستجابه ديالو الدعوه، وتحياتي له. والحمد لله كنبغيو دائما الاخوان الشباب ديالنا ندعمهم معنويا، ونفتحوا لهم المجال باش حتى هما ياخذوا الكلمه ديالهم ونشجعوهم، وهذا هو الدور ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا، نتمنى تكون الحلقه عجبتكم ديال السي انس. تحياتي لكم الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.